أهلاً وسهلاً بكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا سارة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير كيكة العسل الروسية أو المعروفة عالمياً بالهاني كيك. هذا الكيك فيه طبقات ويجي حلو وطري ولذيذ جداً. نديروها اليوم مع بعض وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. إذاً نبدأ أول شيء بالكريمة تاعنا. نحتاج إلى 130 غرام زبدة. هنا عندي ياغورت ناتور أو ياغورت طبيعي، زبادي طبيعية ما تكونش حلوة. النسلي، إذا كنتو شريتو النسلي العادي طبخوه في الطاجين، إذا كان في طاجين عادي طبخوه لمدة ساعتين، وإذا قدرتو في لاكوكوت طبخوه في الماء لمدة ساعة وتدخلوه للثلاجة يبرد، وما نحلوهش يعني كما نجبدوه من لاكوكوت ندخلوه في الثلاجة حتى كي يبرد مليح نحلوه ونخدمو به. هي من الأفضل يكون بارد بزاف كي نخدمو به. انا هنا عندي راه ديجا يعني كراميليزي، انا شريته جاهز وانتم كيما تبغوا. اذا شريتو الجاهز تخدموا به يعني مباشره، واذا شريتو النسلي طبخوه باش يولي كراميل. الان مروا الى طريقه التحضير. اول شيء نحطو كراميل، ونزيدوا لها الزبدة، الزبدة يعني تكون حرارة الغرفة، ونخلطوا هادو اثنين مع بعض بالخلاط. هكذا الآن راح نضيفوا الزبادي تاعنا أو الياغورت، هكذا ونزيدو نخلطوها مليح. اذا لاكريم تاعنا راهي وجدت، الان راح نديروها في التلاجة ونخدمو الكيك تاعنا. الكيك تاعنا راح نحتاج الى 230 غرام تاع زبده، كاس ونص سكر ناعم سكر غلاس، زوج كيسان ونص فارينة، نص كاس عسل، دي غاليطا او بسكوي راني راحيته كما راكم تشوفوا للتزيين، عندي مغرف تاع الكربونات الصودا، والبيض 3 حبات بيض. الان نمروا الى طريقه التحضير. انا حطيت طاوه او الكاسرول هنا فوق النار، نديروا نار قليله ونديروا الماء يحمى فيها. كي نشوفوه بدا يسخن كما راكم تشوفوا، احنا راح نديرو البول تاعنا هنا فوقه لان غادي نخدمو هنا فوق باماغي. اول شيء نحطو الدهان تاعنا الزبده ونخلوها حتى تذوب لنا مليح. الان نقدروا نديرو نزيدو العسل تاعنا، ونزيدو السكر الناعم هكذا، ونخلطو كلشي مع بعض. نقعدو نخدمو غير فوق النار. في هاد المرحلة لازم يعني تحرزو رواحكم لأنه هنا البول راه سخون، أو ديرو يعني قونغ قفازات في يدكم باش ما يحرقهمش، ونخلوهم حتى نحسو بلي السكر دابنا كامل مع المكونات الاخرين. هنا راني نخدم دائما فوق نار قليله. الان راح نديرو البيض، نديرو غير بالوحده، نديرو وحده هاك، ومباشره نخلطو بالبصل باش ما يطيبلناش البيض تاعنا. نزيدو نضيفو الحبه الزوجه ونخلطو دائما فوق النار. لازم هنا نخلطو بالخلاط باش بالخفيف خلط النار البيض مع النقادين الاخرين وما يطيبش فوق النار. ونزيدو اخر بيضه، هكذا
تمام مليح. إذن بعد ما خلطناهم هكا مليح مع بعض، الآن راح نوخروا البول تاعنا. هنا استعملوا القفازات باش ما تحركهمش، نوخروا على جهة، نديروا الصودا تاعنا في الفارينة ونخلطوهم مع بعض هكذا غير شوية، ونبدأ ونفرغ فيهم بشوية فوق الخليط. نفرغ هاد شوية ونخلط. حتى نكمل هكا، بعد ما تخلطوها شوية نرجعها فوق النار هكذا، ونزيد نخلط غير شوية يعني مشي بزاف. خلاص هكذا الخليط تاعنا راه جاهز. الان كما راكم تشوفوا انا في الصينيه راني درت بابي سلفيريزي تاعي، دونك ديروا شويه دهان او ما من تحت يعني باش بابي يلصق لنا في الصينيه وما يغبلناش. راح نعمر الخليط تاعي هنا. هنا ما غاديش نفرغه كامل، غادي نفرغ غير شويه هكذا ونمشيها. هنا ماذا بيكم يعني تخدموا بالخف، لاخاطش كل ما يبرد الخليط كل ما يعني يولي ثقيل ويولي صعب في كي نحركوه. اذا غادي نمشيه هكذا على كامل الصينية. راح نزيد شوية هكذا ونزيد نمشيها مليح. اذا خلاص راني عمرتها في كامل جوانب كما راكم تشوفوا، وغي يعني طبقه رقيقه، ماشي مشروط نعمروها بزاف، نديروها بطبقه رقيقه ونكونوا يعني قد سخنا الفرن مقبل، نديروا درجه حراره 180 درجه. راح ندخل هذا للفرن كي نشوفوه احمر. الطبقه الاولى تاعنا كما راكم تشوفوا عمرت الصينيه الثانيه بالخليط، يعني نقعدوا دائما نديروا كيما هكا حتى نكملوا الخليط كامل. اذا لتقطيعها انا غادي ندير هذا الشكل يعني المستطيل، وانتم اذا بغيتوا ديروا يعني دائري شي يعني هذا يرجع لكم كيما تبغوا. إن راح نقطعوها هنايا هكذا بالقطاع تاعنا، هكذا وزيد نقطع واحدة أخرى هذا الجنب نضغطوا عليها مليح هكذا. إذا أنا راني كملت الخليط تاعي كامل، طيبته كامل كما وريت لكم في الطريقة الأولى، واني قطعتهم كما راكم تشوفوا هكا مربعات. وكما قلت لكم قادرين نتوما تقطعوهم دوائر يعني الشكل اللي تبغوه ديروه، وتخلوها يعني طيبها طيب مليح يكون اللون تاعها غامق كما هكا كما راكم تشوفوا. الان راح نديروها في الصحن تاعنا، نديرو اول وحده في الصحن هكذا ونعمروها بالخليط.
ونديرو الطبقة الثانية ونستمر نحط الخليط. إذن هاكا راني عمرتها بلا كريم ما بين الطبقات يعني وحتى من الفوق وفي الجوانب. الآن راح نزينوها. أنا كما قلت لكم غادي نزينها هنايا هذه غاليطة مرحية. قادرين يعني تزينوها بالبسكوي هذاك اللي يبقى أو الكيك هذيك اللي تبقى لنا، قادرين تحمروها وتفتوها وتزينوا بها، لكن أنا غادي نفضل ندير هذه الغاليطة ونزينوها هكا كاع من الفوق ونديرو في الجوانب ايضا. اذا كما راكم تشوفوا الكيك تاعنا راه وجد، راني زينته هنايا من الفوق ومن الجوانب. تقدروا نتوما تزينوه بالمكسرات، يعني الشيء اللي تبغوه تقدروا تزينوه به، يا المكسرات او الغاليطه. الان راح نديروه في الثلاجه يبرد لمدة ساعة ونخرجوه ونقطعوه. هذه هي كيكة العسل تاعنا راهي وجدت، أو الهاني كيك. بعد ما نخلوها في الثلاجة لمدة ساعة يعني غير باش تتماسك نخرجوها، لكن كي نخرجوها لا تؤكل باردة، لازم يعني ما لازم تكون باردة بزاف وما لازمش ثاني تكون حامية، يعني وسط درجة حرارة الغرفة. كما راكم تشوفوا تجي فيها طبقات يعني تشبه الكيكة الطبقات. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، تجربوها انتم تاني وتنجحوا فيها ان شاء الله. كالعادة نقول لكم باش يوصلكم كل جديد وصفات ضغطوا على سبسكرايب او سابوني اللي راهي تحت الفيديو باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله.